صباح الخير. مازال يا مال. انا عاوز اشرب عصير. استشرب عصير؟ ما ينفعش يا مالك على الصبح كده، ممكن اجيب لك حاجه تانية احلى. ايه؟ هجيب لك، استنى اصب لهم لبن. عطشان يا ابني، حرام عليك، ده انت لسه صاحي. عطشان. اقعد يا مالك. جبت لكم لبن. لبن اللبن. مش بتحب اللبن؟ اه. لا يا مالك، لازم تحب اللبن. عارف اللبن بيعمل ايه يا مالك؟ بيعمل ايه؟ اول ما بتشربه بيبقى عندك طاقه كده وحيويه وتعرف تلعب براحتك. انا بحب اللبن. لما العب براحتي يبقى خلاص صب. ومرام شاطره بتحب اللبن، هو لازم انت كمان تحبه. انا اخدت كوبايه. اقول لكم على حاجه احلى. انا عدت من 1 لـ3 ونبدا نشرب مع بعض، واللي يخلص الاول. ماشي. يلا 1 2 3 خلاص. انا لسه. يلا اشرب واسرع. يلا مالك، يلا مروه، يلا اسرع اسرع. مالك كسب شطور. سلم هنا. طالما كده رايح اجيب حاجه. ماشي، وانا اروح اودي كوبايه. ها مروه، هنلعب ايه؟ احنا شربنا اللبن خلاص. هنلعب يا مازن استغماية. استغماية فين؟ على الصوت. ايه ده؟ شكرا. لا لا، استنوا 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 يا مروه، ما ينفعش ناكل الحلويات دي على الصبح كده. ليه يا مازن؟ دي طعمها حتى حلو. لا شوكولاته وحلو كمان. لا لا ما ينفعش. هاتوا كده، هاتوا، انا هجيب لكم الاحلى من الحلويات. ماشي يلا. جبت لهم احلى طبق خضروات ياكلوه هيبقوا زي الفل. حدين حدين. جبت لكم الاحلى من بسكوت، جبت لكم خضروات. بحبهم. جبت لكم كزر وطماطم وخيار. كزر، هناكل كزر. كل كل رياكس هو مش احنا كده يا مازن، شربنا لبن واكلنا خضره وكده يا مازن، لازم بقى ناكل حاجه حلوه. طب اركن لي انت بقى مالك، ثواني كده. لا يا مروه، مفيش حلويات دلوقتي، الحلويات بالليل. ليه يا مازن حلويات بالليل؟ ما احنا اكلين الخضره وحاجات بقى من حقنا. لا لا يا مروه معلش، خلي حلويات بالليل. يلا بينا نطلع نلعب فوز زي ما قلنا. ماشي. امال فين مالك؟ طيب معرفش يا مروه، بيكون بيشرب ولا بيعمل اي حاجه؟ روحي شوفيه. لا لا، تعالى نروح نشوفه وناخده ونطلع على طول. ماشي يا مروه، يلا بينا. يا مالك، الهوز طعمها جميله جدا. اه طبعا، طعمها حلو. انت برضه يا ابني اكلت حلويات، هو احنا مش قلنا ناكل مع بعض بالليل؟ ايوه، انت اي حلويات من بطنك بتبقى نفسك فيها. كمل كمل.